ما زالت أسواق الأسهم الإماراتية تسير وفق منهجية ثابتة على الرغم من الظروف الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة والتي قد تؤثر على سلوكيات المستثمرين. ووفقاً لبيانات مستقلة، فقد احتلت الشركات الإماراتية المدرجة المرتبة الثانية من حيث أكثر الشركات ربحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاءت الشركات السعودية في المركز الأول مدعومة بشكل رئيس بأرباح شركة أرامكو. وارتفعت الأرباح الصافية للشركات الإماراتية بنسبة 76% لتصل إلى 27 مليارا و800 مليون دولار، أي ما يعادل مليارا و11 مليون درهم تقريبا سجلت في العام الماضي، ذلك بالمقارنة مع نحو 15 مليارا و800 مليون دولار، أي ما يعادل 58 مليار درهم في عام 2020، وذلك بفضل التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا والانتعاش القوي للاقتصاد الوطني وتخفيف القيود على مستوى العالم، وهو الأمر الذي عزز الأداء القوي لأرباح السنة الماضية. وارتفع صافي ربح قطاع البنوك العام الماضي، والذي يعد أكبر قطاع على مستوى البورصة من حيث القيمة السوقية، ليصل إلى 5 مليارات و300 مليون دولار. وسجلت 9 بنوك من أصل 11 بنكا نموا في صافي الأرباح، يليه قطاع الاتصالات حيث زاد صافي ربح مجموعة الإمارات للاتصالات ليصل إلى 2 مليارين و600 مليون دولار، وذلك بسبب نمو وتوسع قاعدة مشتركي الاتصالات إلى جانب ارتفاع الإيرادات. أما بالنسبة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، فبلغ صافي ربح قطاع البنوك 1.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، ونجح بنك المشرق في العودة مجدداً لتسجيل الأرباح محققاً 200 مليون دولار في الربع الرابع. ويعود الفضل في استعادة البنك لأدائه الجيد وتحقيق الأرباح إلى نمو صافي إيرادات الفائدة وإيرادات التمويل الإسلامي إلى جانب ارتفاع الرسوم والعمولات. إلا أن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن عن تحقيق أكبر صافي ربح في الربع الرابع على مستوى البنوك، بوصول أرباح البنك إلى 547 مليون دولار تقريباً، حيث أدى الأداء التشغيلي القوي للبنك بالإضافة للطلب القوي على تمويل التجزئة إلى زيادة أرباحه.